في هذه المنصة رمزا لكل الموجودين، لا يمثل عشيرتهم فقط، قوات سوريا الديمقراطية حررت هذه المناطق بجهودي بسواعدي شباب المنطقة، وتحية محبة لأبطال شيخ سلطان واصبح النيجر الجربه نشوف قبيله شمر دورنا شمر كان فعال في الجزيره للدفاع عن الارض وعن العرب. المكون التركماني لا يتبع لي احد، يتبع لي وطنه ويتبع لي اهله ويتبع لي جاره، ونحن لم نعتدي على تركيا ولا قواتنا بيوم من الايام تعدت على تركيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما اشار بعض الرفاق في كلماتهم ان نتحاور ما هي المشاكل التي تقلقكم كترك كتركيا وما هي المشاكل التي تقلقنا. اساسي فعل في القوى العسكريه والادارات الذاتيه بعد تحرير البغوث وانهاء جغرافيه داعش ووجوده العسكري، وضعت مجلس سوريا الديمقراطيه استراتيجياتها لهذه المرحله. نحن نقبل التفاوض مع تركيا ولكن بشروط انهاء احتلالاتها للمناطق التي قامت احتلالها منذ العام 2015 و14 لحدية اليوم. اطلب من خلال هذا المؤتمر اعفاء المساجين، لو يكون اعدائي انا المظلوم الملطخ يده بالدم الله لا يرده، والبريء طلع ويا اخي. نحن في عفرين والشهباء كلكم تعرفوا شو صار في عفرين، كيف دنسها الاحتلال التركي. نحن جينا لهون لهالملتقى لنحط ايدنا بايد بعض ونتكاتف كوجهاء عشائر وكمشايخ عشائر وكسوريين بأرض واحدة في وطن واحد كجسد واحد.